السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في أيام الله ونتقلب فيها ما بين نعم ينعم الله بها علينا وما بين ابتلاءات يبتلينا الله بها. النعم التي تستوجب منا الشكر، لأن المسلم إذا أنعم الله عليه شكر، والابتلاءات التي تستوجب منا الصبر، لأن المسلم إذا ابتلاه الله عز وجل صبر. والله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يذكر بني إسرائيل بأيام الله، فقال في سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما هي أيام الله؟ وما هو موقف المسلم منها؟ وهل نحن في هذه الأيام نعيش في أيام الله عز وجل؟ أيام الله كما قال المفسرون نوعان أو قسمان. النوع الأول من أيام الله ما أنعم الله به عليك أيها المسلم. كل نعمة ينعم الله بها عليك هي من أيام الله عليك. وما أنعم الله من نعم عامة على جميع المسلمين، غزوة بدر من أيام الله نعمة، غزوة تبوك من أيام الله نعمة، غزوة حنين من أيام الله نعمة. نعم الله كثيرة على المسلمين أفرادا وجماعات وأمة. إذن أيام الله على المعنى الأول والمشهور هي نعم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من أيام الله هي الابتلاءات التي يبتلي الله بها عباده المسلمين. كل ابتلاء تبتلى به هو من أيام الله. المرض من أيام الله، الفقر من أيام الله، الجوع من أيام الله، الكورونا من أيام الله، الطاعون من أيام الله، الاحتلال من أيام الله. كل ما يصيب الإنسان من ابتلاءات هو من أيام الله سبحانه وتعالى. إذا نرى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي خاطب بها موسى ليأمر بها بني إسرائيل، أراد الله سبحانه وتعالى أو طلب الله سبحانه من موسى أن يذكر بني إسرائيل بأيام الله. أيام الله النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، وأيام الله الابتلاءات التي ابتلى الله بها بني إسرائيل. من الابتلاءات التي ابتلى الله بها بني إسرائيل استعباد فرعون لبني إسرائيل، تقتيل الذكور واستحياء النساء. هذا أعظم ابتلاء، أن يقتل الذكور وأن تستحيى النساء. ما معنى أن تستحيى النساء؟ أن تستحيى النساء يعني أن تبقى النساء من غير قتل حتى تبقى للخدمة، لخدمة بني إسرائيل. نحن اليوم نعيش في هذه الأيام، أيام الله سبحانه وتعالى. من نساء المسلمين اليوم
من تستحيا لخدمة غير المسلمين التي تذهب إلى المصنع لتشتغل، هذه تستحيا، وهذا حرام لا يجوز. يجب على وليها أن يكفلها، يجب على أوليائها عصبتها من الذكور الآباء الأبناء الأعمام الإخوة أبناء الإخوة أبناء العمام أن يكفلوها وألا يعرضوها للفتنة. أكيد يعني معظمكم يرى عندما نذهب إلى الحاجز العسكري من خلف الحاجز العسكري تكون الفتيات المسكينات جماعات تركب في الفورد في السيارات الجماعات هذه إلى أي؟ إلى المصانع. ماذا يفعل؟ يخدم. أين الرجال الذين يحافظون على الأعراض والشرف؟ هذه الفتاة المسكينة عندما تذهب إلى المصنع تريد أن تعيل نفسها، لو كان هناك من يعيلها لما فعلت ذلك، وقد تتعرض للفتنة وقد لا تستطيع أن تدفع هذه الفتنة عنها. إذا هذا الابتلاء من أيام الله سبحانه وتعالى الذي ابتلى الله به بني إسرائيل زمن فرعون والذي ابتلى به في هذه الأيام. لكن الفرق بين الابتلاء الذي ابتلى الله به بني إسرائيل في زمن فرعون وهذا الابتلاء الذي نبتلى به نحن، أن الابتلاء الذي ابتلى الله به بني إسرائيل ليس من صنع بني إسرائيل وليس بأيدي بني إسرائيل، على رغم أنفهم ابتلاهم فرعون قتل ذكورهم وسحي نساءهم، لكن نحن الابتلاء الذي نبتلى به نحن الذين نستحي نساءنا من أجل أن يذهبنا لخدمة أعدائنا ومن أجل أن يتعرضنا للفتنة. إذا ونحن نعيش في ظلال هذه الآية علينا أن نتذكر أن هذا ابتلاء عظيم يجب على كل مسلم، كل رجل، كل ذكر، أب أم، أب زوج عفوا، عم ابن عم، كل هؤلاء العصبة يجب عليهم أن ينصروا تلك النسوة وأن يحفظوهن من التعرض للفتنة وأن يكفوهن. وكما نعرف أن الرغيف الواحد يكفي لواحد ويكفي لاثنين ويكفي لثلاثة، وطعام الواحد يكفي لاثنين ويكفي لثلاثة، لا يتذرع الإنسان منا أنه لا يستطيع أن يعيل هذه الفتاة. هذه جريمة عند الله سبحانه وتعالى. إذا هذه من أيام الله التي ابتلى الله بها بني إسرائيل من الابتلاء. من أيام الله التي أنعم الله بها على بني إسرائيل نجاتهم من فرعون وإغراء فرعون والتمكين لبني إسرائيل في الأرض، هذه من أيام الله. إذا نذكر مرة أخرى لمن تأخر عن قدوم أن أيام الله تعني أو لها معنيان، المعنى الأول نعم الله على العباد وعلى المسلمين، والمعنى الثاني الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين. إلا أن نحن نعيش في شهر محرم. شهر محرم يذكرنا بأيام الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام، ويذكرنا بأيام الله علينا نحن المسلمين في هذا الزمان وما قبل هذا الزمان من نعم وابتلاءات. تعالوا مثلا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من نعم الله سبحانه وتعالى، من أعظم أيام الله على المسلمين. لماذا؟ لأن الهجرة كانت الحد الفاصل بين الاستضعاف وبين التمكين في الأرض. في مكة كانوا مستضعفين مساكين يعذبوا ويقتلوا ويهجروا، لكن لما كانت الهجرة إلى المدينة المنورة أصبحت لهم دولة في يثرب في المدينة المنورة. إذا الهجرة النبوية التي نعيش ذكراها من أعظم أيام الله على المسلمين، لأنها من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. وسبب آخر لأن الإسلام لم يوجد في الأرض إلا ليحكم، لم يوجد في الأرض إلا ليحكم. إذا كان الإسلام من غير حكم ضاع المسلمون، ولذلك كان المسلمون في المدينة المنورة مستضعفين، بلال يعذب، خباب يعذب، سمية تقتل،
عمار يصلب، كعب بن أرد يقتل. من المسلمين من هاجر فرارا بدينه إلى الحبشة مرة أولى ومرة ثانية، كان هذا كله استضعاف. لكن لما كانت الهجرة أصبح المسلمون لهم قوة وأصبح لهم شأن، ومن بعد ذلك انتشروا في الأرض وحكموا الدنيا. إذن الهجرة من أعظم أيام الله على المسلمين، ليس في زمن النبي عليه السلام ولكن إلى يوم القيامة، لأن الهجرة النبوية الشريفة أسست لنظام سياسي يحكم المسلمين. هذا النظام السياسي الذي نسميه الخلافة الراشدة، أو ممكن أن نسميه أي نظام سياسي، لا مشاحة في الاصطلاحات. لكن هذه الخلافة الراشدة التي كانت أول من حكمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام كان نبي وكان خليفة، كان نبي وكان إماما. فالهجرة النبوية من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، من أعظم نعم الله على المسلمين، لأن المسلمين بالهجرة أصبحوا أمة يحسب لها ألف حساب. المسلمون بعد الهجرة وصلوا إلى كسرى وقيصر. تصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، ولحقه سراقة ابن جعشم، وكانت قريش وضعت جائزة ثمينة 100 ناقة. 100 ناقة زي ما نقول مثلا الأيام هذه مثلا 100 سيارة مرسيدس مثلا، من أنواع أفخر السيارات. فطمع، فلما اقترب سراقة من النبي عليه السلام ساخت قوائم فرسه في الرمال، فعلم أن النبي عليه السلام هو نبي من الله سبحانه وتعالى. تصوروا الثقة بالله، بنعمة الله سبحانه وتعالى. النبي وهو هارب وفار من قريش يقول لسراقة ابن جعشم: سأعطيك سواري كسرى وقيصر. أضرب لكم مثال بسيط حتى تعرفوا مدى الثقة والإيمان بالله وبنعمة الله سبحانه وتعالى. لو كان واحد محكوم بالإعدام، خلص الدولة مقررة تعدمه، بس أيام الدين عليه. أجا قال للسجان: توكل على الله يا سجان، أنت إن شاء الله بعد فترة أنا راح أملكك ملك رئيس الدولة هذه اللي حكم علي بالإعدام، وراح أعطيك الذهب اللي عنده. بصدق؟ بصدقش. لكن سراقة آمن إنه النبي عليه السلام راح يعطيه سواري كسرى وقيصر. وفعلا في زمن عمر الخطاب المسلمون فتحوا إيران وفتحوا بيت المقدس، وأخذ سراقة سواري كسرى وقيصر لبسه. إذا هذه من أيام الله، أيام العز. إذا نحن نعيش في أيام الله سبحانه وتعالى عندما نتذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام لما هاجر كان من أيام الله على المسلمين المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان من أيام الله على المسلمين من نعمه عليهم بناء المسجد، وكان من أيام الله على المسلمين في المدينة المنورة أن النبي عليه السلام نظم أمور الدولة داخل المدينة المنورة، نظم أمور المسلمين فيما بينهم، ونظم أمور المسلمين مع غيرهم. كان في هناك يهود في أهل الكتاب، في مشركين، فنظم هذه العلاقات، فكانت دولة إيش؟ قوية. هذه القوية ساحت في الأرض. تصوروا خلال 40 سنة وصلوا بيت المقدس والشام، حرروها، إيران حرروها، ثم انطلقوا إلى الصين وحرروها. ليه؟ لأنهم حصلوا على أعظم نعم الله سبحانه وتعالى وهو الإيمان، ثم حققوا هذا الإيمان في حياتهم. فلما حققوا هذا الإيمان في حياتهم وأقاموه على ركيزة الأخوة في الله، التآخي في الله. إحنا لما نقرأ كتب السيرة بنقول هذا مش معقول، التآخي بين المسلمين بين مهاجرين الأنصار. معقول واحد زي سعد بن الربيع يقول لا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن بن عوف مهاجر، فالنبي عليه السلام آخى بين المهاجر والأنصار. فلما المهاجر عبد الرحمن بن عوف جاء وتآخى مع سعد بن الربيع، سعد بن الربيع
نشوف القصة هذه، هل إحنا قادرين نصير مثلهم؟ وليش هم انتصروا على غيرهم سادة الدنيا؟ سعد بن الربيع أجا قال له أنا أكثر أهل المدينة منورة مصاري، غنى مصاري المال المعي اللي بيني وبينه نص نص، زي ما نقول إحنا بالعامية 50-50، مش هيك؟ 50-50. وأنا عندي امرأتين أجمل المرأتين اللي عندي، بطلع لها قياها وتزوجها. تصل الأخوة إلى هذا الحد. لكن عبد الرحمن العوف يقول له لا، بارك الله لك في بارك الله لك في مالك وفي زوجتك، دلني على الصورة. إحنا اليوم الواحد للأسف يعني ما عنده إيثار لأخوه، ما عنده إيثار حتى لأبيه، ما عنده إيثار، ما عنده إيثار لأمه، ما عنده إيثار لجاره، ما عنده إيثار للمؤمنين، ما حدا عنده إيثار. علشان هيك الصحابة الكرام فتحوا البلاد وسادوا الدنيا. لسه إحنا بدنا نحقق هذه الأخوة. الأخوة هذه يعني إنهاء العصبية الجاهلية. العصبية الجاهلية هذه لما يصير شجار أو طوشة بين الناس، لما يصير طوشة بيني وبين واحد وبين ابن عمي وبين أخوي، أنا ما بحمل عصاتي وبطلع، ما بحمل سلاحي وبطيء تقطر، أنا بأصلح، لأن أخوي في النسب، لكن الشخص الثاني هو أخوي في الإيمان، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. هذا إذا إحنا بدنا نحقق الإيمان صحيح ونستفيد من أحداث الهجرة النبوية، إذا بدنا نستفيد من أحداث الهجرة النبوية. وبناء المسجد من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. أول شيء عمل النبي عليه السلام بنى المسجد، لأن المسجد هو الدار اللي بيجتمع فيها المسلمون. المسجد يا أخوان مش للصلاة بس، اللي مفكر أن المسجد للصلاة هذا بيكون مش عارف شو 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 وظيفة المسجد. المسجد للصلاة، لاجتماعات أهل الحي يشوفوا إذا كان في أمور بيتهم ولا لا، يدبر أموره. المسجد يقام فيه النكاح الزواج، يجي على النكاح مثلا. احنا اليوم بنروح مسجد القاعات، القاعات قديش؟ 20,000 شيكل، 15,000 شيكل، بنعصي الله في القاعات، موسيقى واغاني وكذا وكذا وكذا. لو الناس بس بيجوا بيعملوا الزواج والنكاح في المسجد، بكون في مثلا في مثلا مكان مخصص في المسجد، المسجد هذا مثلا في مكان مخصص، طابق اعلى مثلا، يجتمعوا فيه الناس من غير ما يعملوا معصيه، يطعموا الناس، يسووا الوليمه مثلا، مثلا لو ضربوا بالدف وغنوا اغاني اسلاميه ما فيها مخالفه، ما فيها موسيقى، شوفوا قديش وفر على حالهم. وفر على حالهم تقريبا 40-50,000 شيكل. اللي الناس بتعيط بتقول غلاء المهور، غلاء المهور، غلاء المهور. لما بده يتزوج بنت الناس بقول لك والله 200 جرام كثير، 250 جرام كثير، 300 جرام كثير. بس مش كثير عليه لما يحط يجيب فرقة موسيقية يحط لها 20,000 شيكل. مش كثير عليه يحط لها 30,000 شيكل. طيب ال 30,000 شيكل هم بيجيبوا تقريبا 100 جرام ذهب، مضبوط ولا لا؟ إذا احنا من أيام الله سبحانه وتعالى المسجد، المسجد الله سبحانه وتعالى شرع بناؤه ليس حتى يصلي فيه صف أو صفين، كل الحي يجب أن يصلوا فيه. الرجل الذكر صلاته في المسجد، هيك الإسلام علمنا، إلا إذا في عذر، مريض، تعبان، في عذر قاهر، لا، أما الأصل يصلي في المسجد. لكن إحنا بندخل المساجد فارغة، مش هذا المسجد، كل المساجد فارغة، ما بيصلي فيها إلا صفين أو ثلاث أو أربع أصفوف، فالأصل الصلاة في المسجد. إذا هذا المسجد من نعم الله سبحانه وتعالى، من أيام الله علينا. إذا إحنا يجب أن نحيي رسالة المسجد، ونحن نعيش في ذكرى الهجرة النبوية، يجب أن نحيي رسالة المسجد. إحياء رسالة المسجد تتوقف على الشباب، مش على المشايخ. ما تركن على الشيخ، الشيخ مسلم وإنت كمان مسلم، يمكن تكون عند الله أنت أحسن من الشيخ، لأن الدرجات عند الله سبحانه وتعالى مش بالمشيخة. فيش شيء اسمه شيخ في الإسلام، فيش شيء اسمه مؤمن وصالح وتقي، ممكن يكون شيخ وظالم الناس كلها، وماخذ الميراث، ومعتدي على الجيران، وسيء الاخلاق مع زوجته، وسيء البنات بيطلع مثلا متبرجات، مش شرط. اذا احياء رساله المسجد تتوقف على كل واحد منا. ما يعني ما نضع العصاي ونركزها عند الشيخ امام المسجد، الشيخ امام المسجد هو الطبيعه اللي انتم من خلالها بتمشوا وراه، الاصل في امام المسجد يكون انسان صالح.
وهذا الذي نحسبه في أئمة المساجد كلهم إن شاء الله صالحين. إذا كنا نتعاون مع إمام المسجد حتى نحيي رسالة المسجد، والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا يوم القيامة، سيحاسب مش رأس الشهادة بس هذا المسجد، كل مسجد كل مسجد اللي بيصلي فيه ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف. طبعا مش معناته ثلاثة صفوف أربعة صفوف الناس ما بتصلي، الناس بتصلي في بيوتها، يعني لو كل واحد بيصلي في بيته بس جعل لصلاة المسجد صلاتين بس المسجد بيمتلي وبيمتلئ. لكن احنا للأسف يعني هذه الرسالة، هذا المسجد معطل. احنا حزننا كثير لما سكروا لنا الأوقاف المساجد، صرنا نعيط وصرنا نشكي يا رب والأوقاف مجرمة والأوقاف كذا كذا. هاي تفضل، هاي فتحنا لكم المساجد، مش أنا الأوقاف يعني قصد هاي الأوقاف فتحت المساجد. يتفضلوا أحيوا رسالة المسجد من جديد. يا مسلمون، نحن في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، أول عمل قام به النبي عليه السلام هو بناء المسجد، وبناء المسجد من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.